بناخد مدام دعاء. مدام دعاء الو اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي كنت بس عايزة اسأل فضيلة الشيخ سؤال كده. اتفضلي. انا كنت معايا 3 بنات وربنا رضاني وحامل الحمد لله في ولد، الحمد لله. فكنت بقول يا رب لو اديتي انا هسمي محمد. وبعدين والده لما عرف ان هو ولد قال لي بس انا مش عايز اسمي محمد، فهل ده حرام ولا حلال لو انا غيرت الاسم؟ يعني انت كنت عايز تسمي محمد وهو عايز يسمي ايه؟ هو عايز يسمي اسم تاني. اسم تاني يعني؟ هي قالت لو ماشي. يعني انت زي ندرتي ندر انه لو ربنا رضاها وحامل في ولد هتسميه محمد، نعم فالزوج عايز يسمي اسم تاني. نعم، حاضر. طيب حاضر، تابعينا يا مدام دعاء. اتفضلي يا فضيلة الشيخ. والله هو يعني اسم محمد لا تعليق عليه خالص، طبعا يعني اسم طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم. افضل الصلاة ولكن والسلام. لو حد قال انا عايز اسمي محمد وبعدين حب يسمي اسم تاني، زي ما البعض لك انا عايز اسمي محمد بس ابويا قال سمي على اسمي، او هسمي على اسم فلان، او سمي على اسم جدك، ما فيهاش اي مشكله خالص وما فيش فيها اي وزر، ولا نتشائم من هذا، وليس هذا نذرا، ده مش نذر اصلا. فحضرتك ممكن تسموا اي اسم تاني وتتفقوا عليه وربنا يبارك لكم فيه ان شاء الله. امين يا رب.